السلام عليكم. في يوم من الايام في وقت من الاوقات في فتره من الفترات في سنه من السنين الدنيا اتطورت which is حاجه عظيمه جدا، وقدر الانسان انه يكتشف اكتشاف عظيم هيغير مجرى التاريخ. اكتشف نفسه، ومع الوقت توالت الاكتشافات والاختراعات العظيمه الثانيه اللي غيرت تاريخ البشريه زي النار والكهرباء والعربيات والاستيكا مناحيتين. بس برضو كان في اختراعات اضرت البشريه زي الاسلحه والسموم والبصمه بتاعه الشغل وتصريح نقابه الممثلين بتاع حسن الرداد. استاذ حسن الرداد عامل مسلسل بابلو اللي طالع فيه بدور البلطجي الوسطي الجميل اللي هو بيسرق وبيقتل وبيصلي وبيتكلم طول المسلسل كده، فتحسه ولازق احباله الصوتيه بانبوبه امير. في مشهد كده في المسلسل لما الراجل غلبان راح لبابلو قال له الحقني يا بابلو في ناس سرقوا شقتي رجعها لي، فقام بابلو راح ياخد له حقه، واول حاجه عملها كسر باب الشقه بتاع الراجل الغلبان اللي هو كان مفتوح اصلا. وفي اول مشهد ليه في المسلسل كان بيضرب راجل وبيقول له مش قلت لك الخصومه ثابته واللقاء حسب الظروف، وبابلو اوعى تقابله. فده يخلينا نسال سؤال مهم في مسلسلات رمضان، لو البلطجي صائد بلاغه هنعمل ايه؟ ليه الكلام كله لازم على قافيه واحده وزن واحد؟ ده غير اني مش فاهم معنى الجمله اساسا. نروح بقى في المسلسل لاستاذه اروى جوده بطله الشاشه الهشاشه، واللي اول ظهور ليها بيكون روش جدا وهي واقفه مع ثلاث شباب باحجام مختلفه وعماله تضرب ويسكي وسجاير وكل ما هو مفيد لميزانيه مستشفى بوريش، وعماله بترقص وسطهم. وبعد كده اروى بتروح مع واحد من الشباب دول البيت، وبنكتشف انها متجوزه وجوزها قاعد بيدور عليها وما يعرفش انها خربها دلوقتي. فجوزها بيعرف مكان الشقه وبيروح لها مع ابوها، واول ما بيشوفها على سرير راجل غريب فبيقوم متجنن ومطلع التليفون بتاعه عشان يصور مراته وينزلها على جروب جت في السوسته. فانا كمشاهد حسيت باحساس فظيع ما فهمتش سببه غير لما عرفت ان مخرج المسلسل اسمه محمد حمائي، فتوقعت اكيد انه هيقدم لنا عمل فني مش معقول. المسلسل ده الناس كلها فيه مكبره الموضوع قوي، وزي ما قال بابلو الخصومه ثابته واللقاء حسب الظروف. بالنسبه بقى للعلم والتقدم، فانا شايف ان الانسان مهما تقدم عمره ما هيعرف كل حاجه. يعني تخيل احنا في 2022 اهو ولسه محدش عارف ان روجينا بتعمل المسلسل من بطولتها كل سنه، بس انا مش هقدر احكي لكم عنه لانه مسلسل ما جاش. نروح بقى للممثل الكرييتيف جدا قوي اللي بيغير جلد كل سنه، الفنان محمد رمضان. وانا فاكر الافيه انتشر جدا قبل رمضان اللي هو يا ترى الشنطه بتاعته دي مخبي فيها ايه، وناس كتيره قالوا انه مخبي فيها ابوه اللي هيدفنه، لكن للاسف الكلام ده مش حقيقي. محمد رمضان مش مخبي ابوه في الشنطه، هو مخبيه في دراعه بسم الله ما شاء الله يعني. وبصراحه الشقه باين قوي السنه دي على محمد رمضان، وسنان محمد رمضان اللي ابيض من الملح اللي وراه، وسنان حرم محمد رمضان، وسنان اسطى منصور اللي وصل محمد رمضان. والحلقه الاولى من المسلسل هي عباره عن فلوج اليوم من حياه محمد رمضان واسرته، وهما بيتمشوا ويجروا ويلعبوا ويركبوا الميكروباص ويشتروا فاكهه وبيتخانقوا مين بيعمل مسقعه احلى مراته ولا شيف نجلاء. فانا حاسس كده انهم من كتر الاستعجال صوروا الحلقه الاولى قبل ما يكتبوا القصه. ومن ضمن 37 دقيقه مده الحلقه الاولى في منهم 30 دقيقه محمد رمضان عايز يمارس فيهم حقوق شرعيه، وزي ما قال الفنان حسن الرداد الخصومه ثابته واللقاء حسب الظروف. نروح بقى للفنانه، الفنانه 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 بطله مسلسل يوتيرن. وانا عندي سؤال وجودي، هو فين حرف الدال من حياه الفنانه؟ ليه بتقول في اول المسلسل انا يارا الكورتي وانا محمد؟ وفي مشهد في المسلسل بتتكلم عن ساره صاحبتها وبتقول كنا في مدرسه واحده، استاذه ريهام لما بتجوع بالليل بتاكل انتومي، والمسلسل ده بينتمي للاعمال التراميه. انا حاسس ان المسلسل كان اسمه يوتيرن بس هي نطقته يوتيرن فقالوا لها احتمتنا. وفي اول مشهد لقيت كريم قاسم اللي مطقم البدله بتاعته مع اسنانها وداخل عليها وبيقول لها علمناهم الملاحه سبقونا على البريدج. طبعا دي افات الاندر ايدج اللي هم تحت 5 سنين، اكبروا بقى. وقلت هو كريم ماله بيمثل كده ليه ما كان كويس، لحد ما البطله قالت ده خالت ابن خالتي. فانا ما فهمتش ازاي كريم الراجل المحترم يبقى خالت ابن خالتها، لحد ما اكتشفت ان قصدها خالد بس حرف الدال متبري منها. هو ربنا نجده حرف الدال الصراحه، يا بخت البحر ما عندوش عينين تشوف اللي احنا شايفينه. وبعد كده دخلنا على مشهد الفرح بتاعها، وفي مشاهد ليها مع جوزها كده تحس ان المصور مصورها من العين السحريه. ايه المبرر الدرامي او الفني او لاي حاجه ان احنا نعمل بلور للشخصيات؟ هو تقريبا الماتيريال ضربت منه فحب يعملها انها حركه وكده وخلانا ما نشوفش الابطال، ودي في حد ذاتها حاجه كويسه. والمسلسل فرصه عظيمه الصراحه ان احنا نشوف ناس بنحبهم زي عماد رشاد وتوفيق عبد الحميد. مسلسل جزيره غمام بقى انا متخيل انه هيبقى مسلسل عظيم، ومسلسل يسرى انا حبيته الصراحه وحبيت يسرى فيه لحد دلوقتي. وكان نفسي اقول لكم رايي في الحلقه الاولى من مسلسل سوتس بس للاسف لون شعر
ريم مصطفى خلاني مش عارف اركز وانا بتفرج. فهنروح بقى لمسلسل المداح. المسلسل شكله هيبقى حلو جدا وهيبقى النسخه ال 2022 من ساحره الجنوب. بالنسبه للتمثيل فانا حبيت اداء اغلب الناس وحبيت كاركتر خالد سرحان واداء سهر الصايغ في المشهد اللي عملته. وفي حرب تمثيل قويه جدا بين هادي خفاجه ودنيا عبد العزيز واللي نتمنى انهم يخلصوا على بعض فيها. استاذ هادي اجتهد في تسريحه شعره اكتر ما اجتهد في تمثيل الدور. وعجبني اداء استاذ حماده هلال رمضان رغم انه باصص في الارض على طول كده، بس هو عكس الموضوع تقريبا. يعني هو بيبقى باصص على الارض لما يكون بيتكلم مع راجل، ولما بيبقى بيتكلم مع ست بيبص قدامه عادي. بس هو واضح قوي انهم صرفوا كتير على المسلسل السنه دي، خصوصا على الموسيقى التصويريه. عجبتني قوي فقلت ادخل انزل المزيكا بتاعته، وقمت طالب من جوجل يجيب لي اسمها What the song. اهو شفتوا المداح اون تايتن، سارقين موسيقى اتاك اون تايتن وحاطينها في المسلسل في رمضان في رمضان. وبنحب نشكر استاذ محمود طلعت على ترجمه التراك. ومش مسلسل المداح بس اللي بيترجم مزيكا، عندنا كمان مسلسل دايما عامر اللي واخد تراكات من على اليوتيوب، وعاملين حته كرييتيف وكاتبين بدل الحلقه الاولى الحصه الاولى. ما هو مسلسل للاطفال فعلا. احسن حاجه في مصطفى شعبان انه ما بيكررش نفسه. السنه اللي فاتت عمل مسلسل نجح فقال ما كررش نفسي بقى واعمل حاجه تفشل. بس والله انا ما بتمناش الفشل لحد، احنا بنهزر. وان شاء الله ربنا يكرمه كده وياخد جايزه احسن مسلسل في المديريه. والمسلسل المفروض بيتكلم عن المدارس الناشونال اللي هي الخاصه او الحكوميه بتاعت عامة الشعب، والمدارس الانترناشونال اللي فيها صفوة المجتمع زي مدرسة التوفيق اللي عندنا في شبرا. وانا الصراحة في رمضان ده سعيد جدا بأعمال الأطفال، عندنا مسلسل فلاش وعندنا يحيى وكنوز وبرنامج سوبر اتش بغض النظر عن بدلته. وحبيت كمان مسلسل في بيتنا روبوت، وعجبني انهم بيعرفوا يوظفوا مواهب جديدة ويطلعوا منهم أدوار حلوة زي طه الدسوقي ودنيا سامي وأحمد رمزي اللي أول مرة يمثل، فإن شاء الله جامد. الناس بقى اللي مش عاجبهم برنامج رامز وشايفين إن ما فيهوش مقلب ما فهموش. المقلب إنه بيجر رجلك عشان تفضل فاتح القناه فتتفرج على مسلسل رانيا وسكينه، واللي بيقوم ببطولته الفنانه المتلونه الممثله الحرباء مي عمر والفنانه روبي. وانك تلاقي مي عمر وروبي عاملين مسلسل كوميدي، دي كوميديا في حد ذاتها. اول مشهد لروبي طالعه بدور بنت فقيره جدا لدرجه انها حاطه فول ميك اب، وده مخلي تعبير وشها مستخبيه فعلا ورا الميك اب، ودي حاجه حلوه الحمد لله انها ما بانتش اصلا. وبعد كده بقى بتظهر مي عمر وهي عامله حفله خاصه بمناسبه عيد ميلاد شحيبر الكلب بتاعها. ده رياكشن روبي وهي بتمثل انها متضايقه، وده رياكشن روبي وهي بترمي افيه، وده رياكشن روبي وهي مكسوفه، وده رياكشن روبي وهي مبسوطه. دي بقى ملامح مي عمر طول المسلسل لانها ما بتتغيرش. حرب الميك اب. وفي افيه كده مي عمر بتقول لروبي انا معايا ام بي اي، لا هي قالت اب اي لانها طالعه خانفه طول المسلسل. فروبي قالت لها بي ام دبليو اي انت هتتمنظري، ففهمونا لو انتوا ناويين تحددوا النسل ففي طرق كتير الطف من كده. انا قاعد بفتكر انا شفت الكاركتر ده فين قبل كده، تعالوا كده اللون اسود. اه هي جليله. وتحس المسلسل كله على بعضه اعلان ميك اب، اللي هو احنا مهما هنعيط الميك اب بتاعنا عمره ما يتليط، الخصومه ثابته واللقاء حسب الظروف. مسلسل فاتن امل حرب لنيلي كريم، اول ما جيت اتفرج لقيتها بتضحك ومبسوطه فقلت خير في ايه. اتاريها طلعت بتتطلق فقلت صح هي دي نيلي بتاعتنا. ومزجت المسلسل حلوه وشكلنا هنقضي ايام سودا وعذاب مع استاذه نيلي اللي احزانها مظبوطه بالملي. ونحب نستغل الفرصه الكبيره عشان نبارك لاخواتنا المصريين على انجازنا الجديد، وهو اختراع اول مسلسل كوميدي مصري بدون اي افهات، او على الاقل الحلقه الاولى بيزعقوا بس. ونحب نبارك برده على رجوع مسلسل الكبير، ونحب نبارك للكبير نفسه على انه بقى اب وخلف نفس الولد مرتين. نروح بقى للاسطوره، المسلسل اللي هينافس مسلسل المشوار على جائزه مين هيقلد فيلم المشبوه اكتر، وهو مسلسل توبه، واللي بيبدا في حاره مصريه بسيطه في بورسعيد واللي بيبقى كل سكانها لبنانيين عادي زي اللي عندنا في شبرا، واللي بيبدا نفس بدايه ملوك الجدعنه في نفس يوم العيد الصبح، ونفس امه برده اللي بتبقى قاعده على عربيه الكبده. عمرو سعد بيقوم بدور توبه اللي بيقلع هدومه في اي حته سواء في الحاره او في الشغل ما عدا في البيت عنده عشان بيتكسف. حسن ابو الروس بيقول في المسلسل افات من سنه 1960 وما كانتش بتضحك برده وقتها. وعمرو سعد في المسلسل كل دقيقه لازم يقول حكمه، اللي هو حد بيقول له ما انت حلو اهو، فقال له الحلو بيتاكل في الصباح الباكر، اللي ايده تترفع على مني ما تباتش على كتفها تاني، كلها شكليات ومش حمل حكايات، اللي لف وفهم احسن من اللي لف وشرب. يعني ايه ده اصلا؟ قلت لك الخصومه ثابته واللقاء حسب الظروف، لا ده حسن الرداد. فبكده بقى عندنا عمرو سعد بيضرب في مسلسلاته، وباين على محمد رمضان ان هو كمان هيضرب، وصابر في المداح شكله هو كمان هيضرب، وحسن الرداد في بابلو وكده كده بيضرب مخدرات، اصل اللي بيعمله ده مش طبيعي والله. بالنسبه لمسلسل شغل علي فانا بقى كداب لو قلت ان انا شفت الحلقه الاولى كامله، انا قلبت سريع سريع، لقيت فيفي عبده لابسه كده في التتر، فجريت وقلبت سريع سريع، فلقيت فيفي عبده لابسه كده في اول مشهد في المسلسل، فاتخضيت وقلبت سريع سريع، لقيتها بتبلع بيومه فؤاد، فقلبت سريع سريع
لقيتها لابسه كده، فرجعت سريع سريع لقيت شيرين رضا لسه بتحاول تمثل، وتخيل فيفي عبده وشيرين رضا طالعين في المسلسل بيتخانقوا على بيومي فؤاد. واستنونا بقى نقول لكم راينا في باقي الحلقات في الفيديوهات اللي نازله بعد كده او اللي طالعه. طبعا ده افيه سخيف فصلك دلوقتي، انا كمان اتفصلت لما فيفي عبده قالته. انا بس في اخر الفيديو عايز اقول حاجه للناس اللي بتتابع المحتوى بتاعي ومش عاجبها او مش عاجبها اللي انا بعمله، او اللي شايفين ان انا بدمر السينما او بدمر المسلسلات او طالع ان انا اسخر، يعني لمجرد ان انا اسخر. انا عايز اقول لكم حاجه واحده، الخصومه ثابته واللقاء حسب الظروف. سلام.